نقوم الست اللي بره دي، حاسس ان انا متجوز خالتي نبويه. عمر حبيبه قلبي جايلك. اعمل ايه بس؟ اعرف عليها واحده؟ ما هي دي سكه اللي زيك، اللي ما عندهمش شخصيه وبيستسهلوا فيهربوا من مشاكلهم مع واحده ست تانية تلبس معاهم في حيطه اكبر. الستات برضو يا عمر بيحبوا حاجات ممكن تكون بالنسبه لك انت صغيره، لكن بالنسبه لهم تبقى مصيبه لو ما عملتهاش. يعني مثلا لو نسيت عيد جوازكم هتشوف يوم اسود من قرن الخروب. الستات يا حبيبي بيحسبوها بالورقه والقلم، بالساعه والثانيه. الست عمر لما بتقفل من جوزها بتبقى ضعيفه قوي قدام اي كلمه حلوه تتقلها من اي حد، حتى لو كان بواب عمرتك. عم حامد بعمل ايه بس؟ احتويها، افتكر مواعيد المناسبات اللي بينك وبينها، وفي المناسبات دي دلعها، خرجها، جيب لها ورد، شموع، هدايا. يا اخي خدني قدوه، مثل اعلى تحتذي بيه، اتعلم الرومانسيه من ابوك يا اخي. الو، ايوه نهله، عايزه ايه؟ بقالك ساعه نازله تن 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 تن، ايه؟ مش عايز اتكلم مع الواد كلمتين؟ نعم، عايزه ايه؟ فالنتاين؟ فالنتاين ده ايه يا روح النونة؟ انا مش بتاع فالنتاين. لا 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 لا، انا بحبش الحاجات دي. دباديب؟ لا يا حبيبتي انا مش بتاع دباديب، ولو مديت ايدك على التليفون هقطعها لك. سلام. فهمت يا عمر؟ وصل وصل. سوري بجد يا عمر اني اتاخرت النهارده، وبعدين كان في شويه حاجات كده في الشغل عايز اسالك فيها، بس خايفه اني اكون هعطلك. الحقيقة هتعطليني، اتفضلي اطلعي بره. نعم. تصدقتي ولا ايه؟ على فكرة انا صايع جدا، ما وريش اي حاجة. سوري. ممكن ارد على التليفون؟ اتفضلي. لحظة واحدة بس. الو؟ ايوه يا بنتي. عملتي ايه؟ ما عملتش حاجة. لازم تعملي زي ما انا قلتلك، جمعي كل اصحابه واعملي له حفلة عيد ميلاده. بس عيد ميلاده مش النهاردة. يا بنتي ما انا عارفة انه مش النهاردة، انتي خليه النهاردة. طيب اعمل كده. وبعدين ما جيتيش امبارح ليه يا نادلة؟ اصل عندي ظروف. طب بصي هبقى اكلمك انا بعدين. ها كلميني ضروري. اوكي باي. طب يا كارما عندك السكرتاريه، لو احتجت اي حاجه اساليهم. انا مضطر امشي بقى، بعدين مش هقدر اشوف القمر ده كل يوم كده بالمنظر ده. طب ماشي ليه بقى؟ معلش عندي ظروف. السلام عليكم. في ايه يا عبر؟ بالك